السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي بريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغرب العظيم، برهمات غالي والبوليساريو تلقى واحد المعلومة سموها استخباراتي إذا صح التعبير. هذه المعلومة أعطاها لهم واحد شخص يقولوا له السيداتي باندا. قال البوليساريو ولا قال برهمات غالي على أنه كونوا حذرين من الصحراويين اللي غيجوكم من المنطقة المحتلة بين قوسين. شكون هاد الصحراويين اللي غيجيو من المنطقة بين قوسين من الصحراء المغربية غيمشيو لمخيمات تندوف؟ أكيد هم مؤكدهم مرتزقة البوليساريو اللي معروفين كوديسا وجماعتها، هادو هما الأشخاص. هذا السيداتي باندا كيعطي رسالة لإبراهيم غالي، والبوليساريو ما يسمى كذلك وزير داخلية البوليساريو يكونوا حذرين من هاد الأشخاص. إذن مرتزقة البوليساريو اللي غيمشيو في القادم الأيام من الصحراء المغربية أو المغرب مباشرة إلى مخيمة تندوف غيتم الحذر منهم الشديد، وقصتهم أو مصيرهم في مخيمة تندوف لحد اللحظة يكون فيه الأسوأ. هذا السيداتي باندا اللي غنسمعوا التسريب الصوتي أنا كنت فضحته قبل أسبوع من الآن. السيداتي والباندا كان يقول عاش الملك ومحمد السادس نصره الله والحسن الثاني الله يرحمه ومحمد الخامس الله يرحمه، واسترجعنا الصحراء بمسيرة الخضراء وحنا صحراوي مغاربة. وأنا قلت في فيديو أطوسيو هذا الشخص كيلعب واحد على الحبلين، هذا الشخص خطير، هذا الشخص خطابه خطير، ومن كشفناه وفضحناه بان وظهر بوجهه الحقيقي، لأنه رئيسه هو إبراهيم غالي ما هو ملكه هو محمد السادس، وأن جمهوريته هي الجمهورية الصحراوية بين قوسين. سمعوا هذا التحذير، حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليم المتحدث سيداتي باندا 17/2024. هذه الرسالة وهذه الصوتية نبغيكم تعطوها دعم بأسرع وقت ممكن كالحق إلى فخامة رئيس الجمهورية المحترم والأمين العام للجبهة الشعبية السيد إبراهيم غالي. كما نريد إذا ما لحقت السيد رئيس الجمهورية توصلنا إلى معالي السيد وزير الداخلية بأن هذه الأيام المقبلة لازم تنقبض حيطة وحذر، وتشدد لجميع الوافدين من المناطق المحتلة المتوجهين إلى مخيمات العزة والكرامة أن يكونوا تحت مراقبة رسمية مستمرة أمنية، لأن هناك بعض المعلومات اللي نعرف على أنها ما هي في صالح قضيتنا الوطنية ولا هي صالح انتصارنا الجديد اللي هو انتصار لمحكمة العدل الأوروبي، وطعمت بعض الجواسيس والجاسوسات اللي لا يتنقلوا قايشي المخيمات العزة والكرامة ويعودوا ينادوا ويكروا فيها شعارات رسمية من أجل اعتقالهم ومن أجل إثارة الإعلام المغربي ومن أجل إثارة عدة أمور اللي يالتهم يقضوا منها الحيطة والحذر، يكونوا على رقابة مستمرة. وهذه دولة عندها قانون وعندها دستور وعندها أمن يحميها وعندها عدالة تحميها، واللي جاب شير راسه يتعرض له لابد من مطرقة من حديد. خلوكم من التساهون ومن التسامح، صحراوي مهما تعود نوئيته جايب خيانة رسمية ناقلها بألاف الكيلومترات، هو ما عنده دمير. لو كان عنده دمير لا يخرصوا في الشهداء وفمات الشهداء، ولا يخرصوا في الحالات ويخرصوا في النكبة اللي هو جاي من عندها، جاي من العيون ونشوف هالعيون شخالي قدها. معنى عنه هو دمير وميت، غير معنى على أن القيادة الرشيدة اللي تقود هذا الشعب العظيم طيلة 50 عام يلا تقبض في هذه الأيام بالضبط. وأنا أقول وخطابي هذا ورسالتي هذه بتاريخ 10 بتاريخ 17/10/2024 على أنها تعود على خيطة وعلى حذر، بأنها تعود محتاطة جميع من لا يدخل المخيم مهما هي نوعيته أو صيفته، يعود تحت المراقبة حتى يقادر المخيمات العزة والكرامة، ومنين ينقبض في خلل قانوني يطبق عليه القانون، لأنه هذا في أصبح فيه قانون خيانة عظمى للشعب وللقضية الوطنية.
ويجيب بأدلته ويقدم للعدالة باش تستفاد من الدخرة مثلا تقطع الطريق. أرانكم مستهدفين بهذه الخطة وراي مجموعات احنا مراقبينها، احنا مراقبينها عند من تمرق من الحدود راهي راقبوها، احنا عندنا دفاعا عن قضيتنا وراهي مارقة. أراهي مارقة مجموعة فيها نساء وفيها رجال تابعين لجهاز المخابرات المغربي لاتجت، ثلاثة منهم تابعين لاتجت اللي هما رجال اثنين ومرأة، واللي هما عليات واحدة ثانية ورجال اثنين تابعين للإدارة العامة للأمن الوطني اللاديستي للحموشي. معنا عنكم هون الله يكرمكم، قوموا بالواجب، احنا خاصنا نتعاونوا على واجبنا ونتعاونوا على أي ضرر أو أي خطر جاينا نونوا عنه، لأن مستهدفين، لأن عندنا على أبواب الانتصارات، وهذا الانتصار يدوروا يطعموه بالفشل من داخل المخيمات. اللي نقبض يعاقب، إلى ما ابتطينين مات وسط المواطنين والمواطنات الصحراويات يقدم للعدالة بمحاكم واضحة وبمساطر قانونية واضحة باش ينين ينخبط الإمام يخاف المؤذي. أراه إذا ما خرج الذئ أرانكم مستهدفين استهداف خطير وخطير جدا، هذا راهو من تجربتنا طيلة 50 سنة، لأنهم الأمس حضروا لجان تابعة لاتجيت وليرجي ولاديستي، وحضروا واحدة تابعة للشؤون العامة في ولاية العيون، وخرج المستوى الاجتماع الأمني بقدر من فكالاتي أنا قبال سيداتي والبندة، لأنه كان مطروح على نقاش طاولة اللجنة الأمنية في ولاية العيون الساقير حمراء، ومرقوا بأنها تمرق وحدات أمنية ترابط في منطقة قديميزيك ومرقت، ومرقوا وفد بأنه ينطلق إلى الديار الأمريكية وراه طلع، ومرقت لاتجيت ولاديستي مجموعة من هذو الأشخاص، وإحنا مراقبينهم عند منين يمرقوا من الحدود أرانا لهم بلغوا بهم، وعند منين يدخلوا لا تتهموهم من تقبضوا الذين في أيديهم. والله ملي يسمعوا ذي الرسالة ويتقلبوا، لا يجيبوا فتنة لأهل الصحراء. أهل الصحراء رانا طالبين من السيد الأمين العام للجبهة الشعبية فخامة رئيس الجمهورية عنه لابد يعود خارق قانون يصوت إليه غدا والله بغدا غدا والله ينضاف والله إذا عاد كان خارق يفعل، عنه ما هو إلا من هب ودب يعود من عندكم من داخل المخيمات يكرر يجي ويعدل أفلامه ويعدل صوره ويكرر شعارات المليك ويكرر شعارات صحراء مغربية ويكرر ذا. هذا من الديمقراطية ما فات تلحقوه هما، لأنه هو منين يقف يقول لا بديل لا بديل في معطى الله يدقدقوا ويدوا والله يدقدقوا صبعه، مع أنكم أنتم اللي قال مولي الشعارات دقدقوا ويدوا والله دقدقوا صبعه، والله لا دقدقوا منه شيء، خارج مسطرة قانونية تمشي للجميع. إيه واللي جاب شر راسه اللي جاب صاعه مهابه. هذه رسالة موجهينها مباشرة اليوم يوم 7/10/2024 إلى الأمين العام للجبهة الشعبية، وإلى ما لحقت الأمين العام أعضاء الأمانة الوطنية الإخوان الأزراء المدير العام للأمن الوطني السيد وزير الداخلية بالضبط، عود على حيطة وعلى حذر، ويعود الولاة والسادة الولاة والواليات على استمرارية رسمية. توا ما تقدر تعودوا مدة ضحي 50 عام وتعودوا مدين تجيب قرار لي تفرح به هذه الأمة تمرق لهم مدي أولادها ومناتها ذا حد كامل وحرفيه ما ولدوا لهم أنت. أردعوه بالقانون، أردعوه بالقانون يعاقب، وخلونا من ذيك القبلية الضيقة هذا من المسمى الفلاني وهذا باللي من أجسي وعود شكليته مهما هي نوعيته، المسطرة تفعل وقبضوا الحيطة والحذر، والاستهداف راه جاي من عبر أولادكم ومناتكم المجندين لكم في كل بلد، وضرك مدرسة لاتجت تدرس شيء قالوا الوحدات المدنية اللي تشكل من فئات الجواسيس من المناطق الأربعة من الصمارة ومن بوجدور ومن الداخل مطعمة بهر المخيم اللي في الصمارة وفي الداخل وفي بوجدور، ومطعمة من بعد جواسيس العيون اللي هي اللي تقسم على عدة قنصليات أوروبية. هذا ما اللي يزيدوه لكم، وعودوا أبناء الجالية الصحراوية المتواجدين في الديار الأوروبية عودوا متماسكين على انتصاراتكم. أراك ويلة تميتوا داخل كلها برواية مساو ينيني عدلوا وقفة بزرك أولاد عمك صحراويين حوزوا عليهم الكيث إلى الفم، لا تريدوا ترجعوا عن شيء، شتوهم بلوقة العنف ولوقة القوة. أرانكم منين نتعدلوا هالهم اللي بيته من زجاج لا يتعرفوا عنه لا ينهار على راسه. وهذه هي الرسالة اللي ندوروا اليوم نوصلوا لكم،
عودوا على قلب واحد ويد واحدة وجهاز واحد، لا تشوفوا أي ضرر جايكم يهددكم ويهدد وحدتكم ويهدد سلامتكم ويهدد استقلال أرضكم ويهدد استقلال حوتكم وفصفاتكم قايستوا شي من أولادكم. والله زاد ما هم أولادكم ملبسين لباسكم ملبسين دراعتكم وملبسين لهابكم وعادوا يتقنوا لهجاتكم ويتقنوا لهجتكم وخاشين معاكم، وهذا هو اللي ضيعكم فم ولا يضيعكم هك. الحيطة والحذر. المتحدث سيداتي بنضة، التاريخ 7/10/2024. ايوه السلام عليكم خيمة الصحراء، انتم ايش حالكم اليوم؟ وياك لباس، ياك خير، ياك ما فيكم حد يوشعش. سيداتي ايش حالك؟ ياك لباس، ياك خير. انا كعطيت فرصة لبويري شما اللي يلحق له فوكالات يعدل عليك انت تركيب ضرب. لا انت متكلم في هذا جروب، هذه الخايمه اللي يقولوا هما خايمه الصحراء، معناه انك تكلمت عن دبيري شوف موقعه، هذا ما هو معقول. هذا وركات ايام الخيانه، الله يعطي الله يعطي ذا الخرق الخلي خايمه، ذا واحد فيه من شي ما ينفع. انا ما يقدر يركب علي بالريش، لا يقدر يركب علي بالريش، يعرف عنه وانا ما يقدر يركب علي، يعرف عنه كان قافل قانته وطلع بذاك الفيديو، كانوا يسترزق منه ويدور من يرجعوا يقفلها فريس منه. احنا بالريش قادين، احنا منه واكثر، احنا منه ونعرفه قوم بالريش، والفوكال اللي رسلت انا ضرك يدور يعرف بالريش على ان احنا ما فايتنا شيء، يدور بالريش يعرف ان احنا ما فايتنا شيء، ليش استفاد من ذي الرسالة. مرحبتي سيلتي ممر خيمة الصحراء، مرحبا بيك وسهلا الخريف، اش طار فيك لباس خير صح؟ يطيروا يلا ولي بالريش هو يعملوا يلا ما يعيش يلا يلا طيح دير الوجه واعطي ذوكم ملي أولاد نحن وامناتنا اللي واحد يفعوا ذي بالرشي يخطوا له صوتياته للصحراء وفيديوهاته للصحراء، أعطيهم طالب لهم مولانا اللي بسر منه واعتر، أعطيهم بلا من عندك انت يا الله اللي أيهم قاعد يجي يخطي فيديو يقطع منها أصبع ولا تقطع قاعد ليد كامل، يطلبوا لها مولانا خير منهم مولانا نسخهم. سيداتي الله واضح، يا ويلو مخلص للشعب جزا الله بخير، ذا اللي قال الله الحق يطير من الله خير منهم مولانا، لا يعتر عليهم ان شاء الله ويعتر عليهم جميع المناضلين والمناضلات على ذوك الخونه اهل العلم الشمايت الكلاب والكلبات يطيرهم يا الله، واش عندهم من عهد واش عندهم من قيمه واش عندهم من انسانيه يطيرهم يا الله. معيطينا اللالو شفتي لا يكتر عليكم شي، هما كافي من حدير الدرجة الماشين إلى حقو البريش، أنا كافي من الخزو والنسخ حد يخرص ويقوم ماشي إلى حق البريش ولا حق عينتو انتم البريش، تعرفوا احنا لاش نقولو هيك، تعرفوا لاش تقولي لا انت قاعد طلعتي الوزار الرويشة ذيك اللي لاش خن فيها عود ولا يشد حد اخبارهم، حد فاتنين عاد قابض راح نيك والتلحاق ولا للناقل وشي هون ويفه ذاك ما قال لك الحمد ذاك اللي ما نقلوا ما وفضحتهم ماشيين ينقلوا ويمشوا صحراوية راسهم شحن وتشاطب وتصقي هذا فضيحتهم التالية، قلت اللي حصل لها هي رام هم ستروا رؤوسهم رام فضحوها هي هذا شين وفضاحة ورويخي، حتى ما قال ماكم ماشيين يلحقوا البريش نسخه الفويمة.